ووصفة جديدة مع برنامج خلطة بيضة، وما تحلى سفرة رمضان غير مع الفول. أنا أحب الفول المبخر. حمصت بصلة وحطيت معاها مكعب الدجاج وبعض البهارات زي الكزبرة والكمون والبابريكا وطبعا الملح والفلفل الأسود. هنحمر البصل مع البهارات عشان تطلع ريحتها ونكهتها. وأحب مرة الطماطم الكرزية الملونة، تعطي طعم لذيذ ولون حلو للطبق. بعد ما كشناها وحمرناها نجيب علبة الفول ونضيفها على الكشنة حقتنا، ولكن بموية الفول ما نصف فيه، ودائما استخدم الفول السادة اللي ما فيه أي نكهات. ولازم أحط نكهة جديدة في الأطباق حقتي، فقلت أنا عندي مكدوس، فأضفت المكدوس على خلطة الفول وكمان زينته على الوجه عشان يدي كده مزازة لذيذة للفول، وطبعا لازم الكزبرة الخضراء، وآخر شيء التبخيرة. نشغل الفحمة نحطها في صحن فيه زيت عشان تطلع دخانها ونغطيه كويس. نفك الغطاء بعد كده دقيقتين ثلاثة، هتلاقي الصحن عندنا اتبخر وعطاه نكهة رهيبة.